تعالوا جايز كيف كل شيء الاخبار ان شاء الله تكونوا تمام. انا المفروض انه اصور لكم لقطات على البيت انه اوريكم انه انا وين عايش وكيف حياتي بما انه ما حدا بيعرف لسه، بس كل اللي بتشوفوه انتم اللي هو تحديات. فقررت انه اليوم يكون فيديو شوي عن حياتي الشخصيه وارجيكم عنها، بس في شغله صغيره اللي هو انا ما بحب اصور بالليل، فحنستنى حتى يطلع الضوء بعدين حاصور، واللي هي بس اعطوني ثواني. اوكي هيك احسن اعتقد. طبعا كثير ناس ما تعرفوا انه انا عايش وحيد، ما في زنبسط ولا ازعل. اهلي مش عايشين هون، اهلي عايشين برا، فانا عايش انا واثنين رفقاتي بعرفهم من زمان وساكنين بنفس البيت. طبعا البيت كواد كبير يعني مش قاعدين بنفس الغرفه يعني عشان ما تفكروا. كمان حمثلكم انه انا جاي على البيت انه انا ضيف وبدي فوت لعند غيب. شكله ما في حدا. اوكي بكفي خلينا نشوف. اوبا شو البيت اللي مرتب، والله ما عرفتنا يا شباب. طبعا مثل ما شايفين هون عندنا الصالون، وطبعا المطبخ مفتوح على الصالون، فلازم المطبخ يضل نظيف مثل ما شايفين، ما في جليه. شوفوا عشان تتاكدوا انه المطبخ دائما عندنا نظيف، لان ولا حد بيطبخ ولا حد بيجلي ولا حد بيشرب، كله كوبايات بلاستيك. هون عندنا الحمام، يس ما حدا بيستخدمه، حمام الضيوف ما بيجي عندنا ضيوف. شوفوا لي هالتحف الفنيه اللي نحن حاطينها كمان على الحيط، ما شاء الله. ما بعرف شو الفايده منها يعني، بس انه بعتقد هي اللعبه بتلعب هيك. اوكي المهم نرجع لموضوعنا. مثل ما قلت لكم هون في غرفه وفوق في غرفتين، اللي هو غرفتي وغرفه محمد وهون غرفه كريم. المهم انا ما راح افوت الا على غرفتي، بس ثواني خلوني البس نظارات مشان اعرف اركز واشرح لكم اكثر. البيت صار لنا ساكنين فيه تقريبا شيء 3 شهور. طبعا احلى شيء بالبيت نحن اخذناه مشان البلكون، which is wow. هاي القعده وهاي الحيط اللي دائما مصور فيه، حتى اذا بتنتبهوا على الحيط في بقع بيض من ورا فيديو عمور. وهي كمان البلكون اللي فوق، بلكون غرفنا. المهم تعالوا نطلع هلا على الغرف اللي فوق. طبعا هون اول ما نطلع في مراية كمان شفتوها بفلوجاتي. طبعا هون حاطين كمان سلتين زباله مشان يعني انه اذا خلصت وحده نعم. ليش حاطين سلتين زباله؟ ام الدياشه في الاكل. المهم نرجع لموضوعنا، هذا الحمام. طبعا نطفي الاضاءه مشان شو ما تشوف فاتوره الكهرباء غاليه. هاي غرفتي المتواضعه، خلينا نفوت نشوف. اوه واو ريحه نظافه. طبعا معلومة عني شوي سريعة انه انا مستحيل اطلع من غرفتي اذا مش مظبط تختي، بحس حالي حياتي مكركبة، فا ايه دائما بتشوف التخت مرتب. اوه تتذكروا هاي شباب؟ هاي الصورة كانت بكل شوارع الامارات، شكلك مش مصدق. فلاش باك. اوه شباب احزروا شفت صورة مين هون في نص الشارع عند برج خليفة داون تاون شارع الشيخ زايد. اوه صورتي وقفت بنص الشارع بس مشان صور اللقطة. المهم حتى انا ثيابي دائما بحب انه يكونوا مرتبين، حتى ثيابي كثير فخمين يعني. مثلا شوفوا هذا، هذا كثير انا بحبه يعني وبطلع. هاي لما اروح الشغل باك. ما علينا خلينا نرجع لموضوعنا. طبعا حتى الخزان الثاني اذا بتشوفوا يعني مين كركب لي غرفتي؟ والدجاجة ما بدنا ننساها. سلامتك يا بيب. اخيرا وليس اخرا البلكون. اوبا طبعا بكل بيت عربي لازم تلاقوا كورنر اللي هو كورنر الستور، حط اي شيء هناك، نحن عندنا هذا الكورنر. ومثل ما قلت لكم هاي البلكون اللي تحت، وهي غرفتنا اللي فوق، وهي غرفه محمد كمان. وهذه هي حياتنا بالمختصر المفيد يعني، ان شاء الله تكون عملتها مختصر يعني، انا ما حاسس انه مختصر ابدا. يلا جايز حاليا ما بدي اطول عليكم، خليني اورجيكم التحدي اللي ما بيقدر يعملوه الا البنات، الشباب ما بيقدروا عليه. ما بعرف ليش بس انا جربته مع شب ومع بنت، حورجيكم انتم جربوا اعملوها، ما بعرف اذا بتزبط معكم ولا لا، خبروني. احنا شباب نعمل كل شيء. ما هو المشكله اذا انت عملتها هالمره حتطلع من الشاب، فهمت الفكره؟ التحدي هو انه انت تيجي توقف على هون، اوكي؟ تبعد خطوه اثنين وتحط اجرك هيك، تنزل راسك، اعطيني الكرسي. لا مش هيك. قدامه قدامه عند راسه. هون تحمله وبدك تقوم. قوم لشوف. انا مش قادر اقوم. كذاب. قوم. كذاب. والله مش قادر اقوم. سلام. جرب مستحيل انا بعملها عادي. ايه واحد شو عم بصير معك برو؟ اوكي شو يا زلمه يا زلمه 48 كلمة واحد اثنين ثلاثة نارين. هلا هلا والله كيفك شو اخبارك؟ تمام بس مالي تمام لانه ما بعرف شو رح نعمل. هي شوفي هو التحدي انه الشاب ما في يعملها بس البنت فيها تعملها، فانا بدي اشوف هالشغله. فهلا اذا ما عملتيها فانت حتكون شاب. لا ولا لا فلازم تعمليها، لازم تعمليها. ارفعي ارفعي كمان قومي. ارفعي شدي لفوق لعندك. ايوه هلا وقفي. في شيء غلط هو مبدئيا يعني باللعبه، شكل اللعبه كلها غلط وغلط. جايز ما بدكم تنصدموا بحالكم اذا انتم شاب تطلع بنت او اذا انت بنت تطلعي شاب. صدمه.
ايوه فما تسوي.